بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع تاملاتنا في انجيل مرقس ونبتدي باصحاح 2. اصحاح 1 في انجيل مرقس اظهر ان المسيح له المجد، صاحب سلطان على كل شيء، صاحب سلطان على الكلمه، صاحب سلطان على الشياطين، صاحب سلطان على الامراض، صاحب سلطان على البرص، صاحب سلطان على الطبيعة، حيوانات كانت والوحوش كانت بتخدمه. فبداية إنجيل مرقس بيطلع المسيح له المجد كده قدام كل الناس، ملك المجد، صاحب السلطان. إصحاح 2 يبتدي الصراع بين المسيح له المجد وبين الفكر اليهودي، يبتدي الصدام بقى. إن اليهود كانوا ينتظروا مسيا أو مسيح له سلطان ولكن عالمي مادي على هواهم، يملكهم على الدنيا ويوسع تخومهم ويطرد عنهم الرومان ويثبت أقدامهم، إنما السلطان الروحي اللي يميز ربنا يسوع له المجد بالإضافة إلى كل السلطان ده مش عاوزينه ومش مشغولين بيه. فتلاقوا الإصحاح الثاني ده فيه أربع صدامات بربنا يسوع له المجد ممثلة في أربع تساؤلات. في الأول يقولوا له لماذا يتكلم هذا بتجاديف، بعد شوية هيجوا يقولوا إزاي التلاميذ يأكلوا يوم سبت، وبعد شوية هنلاقي صدام آخر لماذا لا يصوم تلاميذك، وبعد كده لما بيحترموش السبت. هتلاقوا الصدام بدأ. إصحاح 2: ثم دخل كفر ناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول البيت، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاء إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. كفر نحوم سبق ذكرها في مرقس 1:21 وقلنا معناها موضع النياح أو العزاء، وده مكان في الجليل، ما زلنا في الجليل، قرى الجليل، ويمكن أكبر مكان في الجليل كعاصمة للجليل. وفي إصحاح 1 قال لنا أن ربنا يسوع له المجد من كتر الناس محبته بقوا يطلعوا له بره، لأنه لما يدخل أي بلد الزحمة تبقى زيادة قوي فالناس مش عارفة تطوله، فبقاش يدخل البلاد، يقعد بره البلد والناس تروح. إنما سمع أنه في بيت، فطبعا البيت ده لازم هيبقى على بعضه لأن الناس كلها عاوزة تاخد شفاء وعاوزة تسمع كلمة ربنا. فمجرد أنه سمع أنه في بيت كل الناس جريت على البيت ده. وللوقت، برضو الكلمة المميزة لإنجيل مرقس للوقت، اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول البيت. يعني البيت بيوت ريفية صغيرة طبعا مليانة عن آخرها، وحوالين البيت كمان مليان عن آخره، فالباب عشان الناس حتى توصل له ما ينفعش يوصلوا له، لأنه حوالين الباب طابور وحوالين الشبابيك إن وجد طوابير وشغلان. وكان يخاطبهم بالكلمة. ربنا يسوع له المجد يبان دايما منهجه أن الكلمة تسبق المعجزة أو التعليم قبل الشفاء الجسدي، وإن اللي يفرق مع ربنا يسوع له المجد نشر تعليمه وفكره والعمل الروحي قبل مجرد افتقاد المساكين في ضيقتهم وحل مشاكلهم. العمل الروحي أو كلمة الله دايما لها أولوية. فكان يخاطبهم بالكلمة. كان في مفلوج يعني شال الرباعي في القرية دي، والناس عرفت أن المسيح له المجد في البيت ده، وجم أربعة أصدقاء عندهم إيمان أنه لازم يحطوا صديقهم ده قدام المسيح، ودي فرصة أنه هو في البلد مش هيعرفوا بالساهل
يعني يطلعوا المفلوج ده بره البلد. فاللي حصل انه الجماعة دول لما قربوا من البيت، يبدو البيوت الريفية دي بيبقى فيه سلم خارجي محاوط للبيت، في بعض البيوت حتى عندنا في الريف كده، والبعض بيقول ما لقوش حاجة تسلقوا البيت الصغير ده. تصوروا معايا أربعة شايلين راجل، طبعا شايلينه على سرير وغالبا ربطوه بالحبال عشان ما يقعش من السرير، وبعدين ربطوا نفسهم بالحبال هم كمان عشان يطلعوا، شغلانة صعبة قوي. وتسلقوا الحكاية وبقى منظر غريب قوي اللي بيعملوه في الراجل المريض ده، وغالبا خدت وقت القصة. ليه؟ عقبال ما يطلعوا فوق السقف بيلاقوا السقف بتاع زمان ده عروق خشب أو شجر ومتربطة ببعض، يفكوا الشجر من بعض عشان يعملوا مسافة أو فتحة تكفي للنزول السرير. السرير ده عبارة عن فرشة يعني، شغلانة مش عادية. طبعا ابتدوا ينقبوا السقف، يعملوا الفتحة، كل الناس اللي تحت انتبهت بما فيهم ربنا يسوع، وهم لا سألوا ولا استأذنوا ولا تكلموا، هم كله شغل في صمت، ونزلوا المفلوج قصاد ربنا يسوع. يقولوا جاء إليه المقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفور لك خطاياك. يعني إيه رأى إيمانهم؟ هم ما قالوش حاجة، لما هنا يبان أن الإيمان يرى، بالرغم أن الإيمان يقام بأمور لا ترى، لكن الإيمان ذاته يتشاف في الأعمال. يعني عشان كده تلاقوا معلمنا يعقوب استخدم تعبير جميل وقال إيه؟ أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. ما هو التصرف اللي بيعملوه الأربعة دول تصرف يدل على فكرة واحدة، إن عندهم ثقة عمياء إنه لو اتحطوا قدام المسيح هيخف، ثقة بلا أدنى استثناء أو شك. وبسبب الثقة الشديدة دي بيعملوا كل اللي بيعملوه وبيبهدلوا روحهم، وأكيد الناس همهمت واعترضت، ويجوز تعبوا ويجوز حد فيهم متعور وهو بيطلع، كل ده مش مهم. المهم ان هو يوصل قصاد المسيح، لو وصل قصاد المسيح هيخف. هو ده الإيمان اللي شافه المسيح له المجد، إيمان الأربعة أصدقاء المفلوج. هنا يبان فكرة جميلة ان دول مش أصحاب المشكلة ذاتها، دول ما لهمش طلب عند نفسهم، دول بيعملوا الخدمة دي كلها لشخص آخر براه. وده مبدأ جميل في الكتاب، خلى المسيح له المجد يعجب بالناس دول، انه كل التعب ده والبهدلة دي عشان صاحبكم، طب كتر خيركم، انا افرحكم بقى، ربنا يسوع له المجد يديهم ويدي المفلوج احلى هدية. بعض القديسين كمان قالوا ده ما يلغيش ان المفلوج نفسه كان عنده ايمان، لان المفلوج لو ما كانش عنده ايمان كان اعترض، قال لهم ما تبهدلونيش، ما تفرجوش الناس علينا، هنطلع فوق السقف وننزل من فوق السقف، وفرد وقعت، افرد المسيح زعل من اللي بنعمله، طب خلوها يوم تاني. ترك نفسه تماما، برضو ده في ايمان في الحكاية، لانه على الاقل هو عاجز بس سيبهم يعملوا اللي يعملوه. ايمان الاربعة ده بينبهنا ان بايمانكم قد يعرف اخرون المسيح. يعني بصلوات أم أغسطينوس، أغسطينوس اتعدل وفاء في يوم من الأيام، لما أغسطينوس ذاته كان مفلوج روحيا، كانش يعرف حاجة، كان عنيد وكان ملحد وكان بيسخر من الإيمانيات، لما أمه مبطلتش تصلي بالسنوات وكان عندها إيمان، والقديس أمبروسيوس كان عنده إيمان إن الشاب ده هيرجع. بسبب إيمانهم كأنهم شالوا المفلوج وحطوه قدام المسيح، جه اليوم اللي المفلوج يخف. عشان كده الإيمان مش دايما بيشتغل لحساب صاحبه
الإيمان بيشتغل لحساب حتى المحيطين، وده الطبيعي، إن إيمانك ممكن يفيد غيرك. لما قيل عن إيليا طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها، إيليا كان بيعمل معجزات للناس، إنما بالنسبة لنفسه هو ما كانش محتاج معجزة، لكن بإيمانه القوي كان بيعمل معجزات، مثلا إقامة ابن أرملة صرفة صيدة وغيره. حاجة كمان قالوها الآباء، الأربعة دول يمثلوا أربع فئات الكنيسة. واحد من القديسين قال يمثلوا الأسقف والكاهن والشماس والشعب. والمفلوج ده هو الإنسان الخاطي البعيد عن ربنا اللي لسه معرفش طريق الخلاص وطريق التوبة. كلنا مشتركين، أسقف وكاهن وشماس وشعب، عن رفع هؤلاء المساكين وتقديمهم للمسيح بصلواته. احنا بنشيلهم ونحطهم قدام ربنا في القداسات وفي الصلوات، وربنا يعمل المعجزة. لما احنا ما عندناش غير شوية ايمان ضعيف نقول له يا رب الناس دي تعبانة. واحد تاني شاف في الاربع دول يمثلوا الاربع اناجيل، يقول الاربع اناجيل دول بيشيلوا الواحد العاجز فينا اللي هو مش عارف يمشي، يشيلوه ويطلعوا بيه فوق السقف. والسقف ده او الطلوع لفوق ده اشارة الى التسامي والى الارتفاع عن الارضيات. لما تقعد تقرا الاربع اناجيل وتغرق فيهم وتشبع بيهم، كأن الأربعة الإنجليين دول شالوك لفوق، وبعدين يعملوا إيه؟ ينزلوك بقى قدام رجلين المسيح. يعني في حاجتين يعملوها الأناجيل لما تشبع بيهم، يرفعوك عن الدنيا ويعلموك التواضع، يحطوك تحت رجلين المسيح فتطلب الرحمة. فاللي يشبع بكلمة ربنا يرتفع فوق الأرضيات ويتعلم التذلل والتواضع والخشوع في حضرة ربنا، فربنا بقى يفرحه بأحلى كلمة، يا بني مغفورة لك خطاياك. كمان حكاية نقبوا السقف دي إشارة أنه أحيانا تبقى فيه معطلات، فيه معطلات في طريق مقابلة ربنا. في ناس تتراجع بسهولة، يعني جماعة دول لما قربوا من البيت منظر البيت من بعيد يخليهم يتراجعوا. هندخل ازاي؟ ده يمكن 1000 واحد حوالين بيت صغير، مش معقول هنخترق الناس دول واحنا شايلين الراجل كده. انما لم يتراجعوا، وبعدين عشان يطلعوا فوق شغلانة وخطر برضو لم يتراجعوا. طلعوا فوق لقوا السقف متعشق كده خشب، برضو لم يتراجعوا. تلاحظوا الإيمان يدي للإنسان إصرار ومثابرة وحماس وغيرة، ويبقى لازم يوصل للمسيح له المجد الطلب مهما كلف. إنما لو ما كانش في إيمان قوي كان ما أسهل إن واحد فيهم يقول شكلها مش النهاردة، ربنا مش رايد، مش هينفع، لحسن، ويحط لحسن بقى وراها 100 معوق. إنما كل ده ما جاش في باله. فنقبوا السقف دي، يعني السقف دايما إشارة الرأس الإنسان، يشيلوا الأفكار المعطلة والحواجز المعطلة عشان يشوفوا المسيح بعينيهم. في أفكار ساعات تبقى في دماغ الواحد كده عاوزة تتنظف عشان يتأمل فتحة يدخل فيها الواحد لربنا ويلتقي بالمسيح ويخف. كلها تأملات قالوها الآباء لأنه هي قصة محبوبة عند الكنيسة، لأنها أول مرة هنسمع في إنجيل مرقس بقى أحلى هدية، يا بني مغفورة لك خطاياك. ودي كانت مفاجأة. مفاجأة ليه؟ هو مفهوم ضمنيا من غير كلام إن المفلوج ده عاوز إيه؟ عاوز يخف. فربنا يسوع له المجد بحكمته العالية ما ادالوش شفاء في الأول، إنما اداله في نظر المسيح له المجد ما هو أغلى جدا من الشفاء. وبعدين ربنا يسوع له المجد استخدم كلمة يا بني. يجوز الراجل ده 50 سنة، طب ده المسيح له المجد بتاع 30 سنة يمكن في أول خدمته. إنما المسيح له المجد يظهر كان فيه من أبوة روحية. الأبوة لا تعرف السن،
لأن الحب الإلهي ده بحر حب بلا حدود، والأبوة حب. فإزاي يقول يا بنية؟ يا بنية لأن الموضوع ما فيهوش سن، المسيح له المجد، وإن كان هو الابن الله إنما هو كمان نبع للأبوة، لأن كله حنان زي ما نسمع بعد كده في نزفة الدم. وبرضه دي ست كبيرة مش صغيرة، يقول لها يا ابنة يا بنتي، وهنا بيقول له يا ابني. إذا ربنا سأله المجد كان بيستخدم بالألفاظ دي. ولما يدينا يدي ضعفنا نعمة الكهنوت، يجوز للكاهن حتى لو صغير يقول لحد أكبر منه يا ابني أو يا بنتي. ليه؟ مش للسن، هنا الموضوع أكبر من السن، ده في نعمة خاصة واخدها من المسيح له المجد اللي فيه أبوة للكل. قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك، ودي نتيجة رضا المسيح له المجد عليهم وإعجابه بيهم. وكأن أغلى حاجة عاوز المسيح يديها لنا قبل ما نطلب في حكاية الغفران. بينما احنا للأسف زي الجماعة دول فينا برضو حتة بقى ايه ناقصة شوية، مش واخدين بالنا من المرض الروحي، مركزين بس على ايه المرض الجسدي. معلش ما احنا برضو على قدنا لسه زي دول، انما كويس لو عرفنا ناخد خطوات حلوة كده هناخد دي ودي. فربنا يسوع عاوز يعلمهم درس اعمق، ان الشفاء الروحي أقيم وأهم جدا من الشفاء الجسدي، وأن غفران الخطايا نعمة لا توازيها أبدا نعمة الشفاء من أي مرض. وكلنا فاهمين يجوز الرجل ده بعد كم سنة عي تاني وراح السماء، إنما إذا كان تمتع بالغفران وكمل حياته مع ربنا يبخته بالحياة الأبدية. لكن إذا كان المرض ده نتيجة خطية وهو لم يتب عنها ولم يأخذ عنها غفران، حتى لو عاش على رجليه ماشي ولا مش ماشي على رجليه، في الآخر هيروح جهرنا. فمغفورة لك خطاياك دي أغلى جدا من الكلمة اللي هتيجي بعدها يا ابني قوم احمل سريرك وامشي. وهو ده اللي الكنيسة بتحاول تركز عليه، تحول كل معجزة شفاء إلى موضوع روحي، عشان تقول يا جماعة انتبهوا انتبهوا ان الشفاء الروحي اهم جدا من الشفاء الجسدي، والمرض الروحي اخطر جدا من المرض الجسدي. قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم. طبعا مش كل اللي موجودين دول متواضعين وبسطة، لا، ده في ناس كتبة وفي فريسيين وفي ناس متعبين. لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ الشعب البسيط واقف يتفرج على المسيح وسكت، إنما جماعة الكتبة اللي كلهم كبرياء وكلهم حقد مش قادرين يجهروا بنقدهم للمسيح، إنما ربنا يسوع فحص القلوب فهيكشف لهم أنه قاري قلبهم وسامع أفكارهم اللي ما بيقولوهاش بلسانهم. قالوا إيه؟ إيه هو ده؟ إيه هو ده؟ إزاي يقول مغفورة لك خطاياك؟ دي بتاعة ربنا وحده. وعلى فكرة دي تثبت لاهوت المسيح، لأن المسيح له المجد هيأكد لهم أنه قد الكلمة دي لما هيقومه ويخليه يمشي، عشان يقول لهم انتم مستكترينها، طب انا هثبت لكم اللي انا بقوله دايما يمشي، بس انتم فاكرين ان كلام الروح ده كلام في الهوى، سلطان الروح ده كلام، لا هوريكم بقى انه مش كلام، قوم يا ابني امشي. فلما هيمشي يعرفوا ان اللي بيقوله المسيح بيحصل، فاذا مغفوره لك خطاياك حصلت، واذا يبقى هو الله وحده، لان هم باعترافهم بيقولوا من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده. إنما شوفوا تجاسروا على المسيح واتهموه بإيه؟ بخطية صعبة جدا اسمها التجديف. تجديف ده يعني إن الإنسان يهين ربنا أو ياخد مكان ربنا، فخطية صعبة تستوجب الموت. ما هي دي بداية بقى إيه العداء بين اليهود وربنا يسوع، وبداية التآمر عشان بعد كده يحوشوا له التهم اللي بسببها يخدروا ضميرهم ويقولوا مستحق الموت، فيقولوا قد جدف. نفس التعبير ده اللي قاله قيافة يوم المحاكمة
لما المسيح له المجد أعلن عن لاهوته قال قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود، هو قال بنفسه إنه ابن الله. كانوا جالسين يفكرون في قلوبهم، برضو دي تكشف لنا حاجة، إن القلب والفكر بداية أي خطية، وأنه حتى في الأماكن اللي فيها المسيح يجوز تبقى في ناس قاعدة وسطينا مليانة أفكار مش كويسة، تدين أبونا وتدين أخونا وتدين الناس جوه لوح في فكر، وربنا بيرصد ده كله وبيزعل من الحاجات. فكونوا حس بأفكارهم الممتلئة حقد دي وإدانة ووبخهم عليها أو فضحهم عليها كشفها، يعني دي تبكتنا كلنا، لأنه إلى أي مدى الواحد فكره مستقيم دايما وخالي من روح الإدانة والنقد. كان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ طبعا هم ذهلوا، ده هم لسه يدوب بيفكروا في الأفكار البطالة دي، على طول قال لهم اللي بيفكروا فيه. وبعدين سألهم سؤال مهم، أيما أيسر، يعني أنهي أسهل، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ممكن واحد يقول إيه، ما هو أصل الكلام سهل، كونه قال مغفورة لك خطاياك يعني هو حد شاف حاجة، إنما هو بقى لو شاطر صحيح يقول له قوم وامشي. يعني البعض قد يظن إنه الأسهل إنه يقول مغفورة لك خطاياك، قال لهم طب اسألوا نفسكم وفكروا فيها كده، هو أنهي أسهل؟ أنتوا فاكرين قوم وامشي أصعب؟ لا، دي أسهل حاجة. قوم وامشي هتكلف المسيح إيه؟ كلمة، أمر إلهي، قوم وامشي. إنما مغفورة لك خطاياك هتكلف المسيح لو المجد إيه؟ هتكلفه دمه، هتكلفه صليبه وفدائه. فهو بيواجههم عشان يفهمهم، أنتوا تظنوا أنه الكلام سهل، أنتوا فاكرين أن أنا بديله حاجة يعني ملهاش قيمة، أنا اديت له أغلى حاجة، حاجة هو ما طلبهاش وحاجة ما تخطرلوش على بال وحاجة هيعرف قيمتها في السماء وحاجة أصلها سماوية أغلى جدا من أي عطية أرضية. فعشان يوزن الحكاية ربنا يسوع ويظبط المعايير عندنا وعند اليهود يقول إيه، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي، ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك، فقام للوقت. يبقى ربنا يسوع له المجد اداله عطيتين، الغفران أولا والشفاء ثانيا، ودخل مع اليهود في سؤال مهم، أنهي أسهل، الشفاء الجسدي ولا الغفران؟ في فكرهم الساذج العنيد كانوا فاكرين كلمة الغفران أسهل، ولكن في فكرنا الروحي اللي بنتعلمه من المسيح ما أسهل الشفاء الجسدي، لكن ما أهم وأعظم وأصعب الغفران اللي يكلف المسيح كتير قوي. قال لهم عشان تصدقوا ان انا صاحب سلطان على السماوات بغفران الخطايا وعلى الارض بشفاء الاجساد، قوم واحمل سريرك وامشي. فبان ان صاحب سلطان على السماء، لان سلطان الغفران ده سلطان السماء، عشان كده المسيح لو المجد سلم هذا السلطان لرسله وكهنته، قال لهم كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء، ده السلطان الغفران، كل ما تربطون على الأرض يكون مربوط في السماء. وسلطان الشفاء للأمراض الجسدية دي بتاعت الدنيا، دي على قد يومين الدنيا بس، إنما بعد ما الإنسان يمشي خلاص موضوع المرض والشفاء ما عادش قضية، إنما اللي هيفضل قضية إلى آخر الدهور، هل تمتعت بالغفران؟ هل تتمتع بالغفران بالتوبة والإيمان؟
ولا الموضوع مش شغلك؟ وكأننا لما بنيجي للمسيح له المجد بإيمان وبإصرار وبجهاد، هنا في جهاد طبعا وتعب ومثابرة، ربنا يسوع له المجد يعطينا أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب. الهدية اللي خدها المفلوج دي أغلى من طلبه، وما كانتش تخطر له على باله. وفي الآخر خد طلبه برضه، وقام وحشال سريره ومشي، وبرضه ما كانش يمكن يتخيل ده كله، وكان يمكن نفسه ايديه تتحرك ولا رجليه تتحرك، انما يقوم ويشيل سريره ويمشي ويروح على بيته، دي كانت كبيره قوي. فربنا يسوع له المجد اعطاه ما لم يطلبه، لانه جاي بايمان وجهاد واصرار، فخد حاجه حلوه قوي. حاجه كمان تلاحظوها في القصه، ان الجماعه دول ما قالوش ولا كلمه، لا المفلوج اتكلم ولا الأربعة اتكلموا طول القصة. ربنا يسوع له المجد هو اللي اتكلم. في أعمال أقوى جدا من الكلام عند ربنا. المرأة الخاطية لما جت بكت على رجلين المسيح، مش قادرة تقول حاجة، يمكن جواها كلام كتير وجواها اعترافات كتير وجواها صراعات كتير وجواها مزلة وهوان كتير، بس مش قادرة تتكلم. فربنا يسوع له المجد، الدمعتين على السجود على المشاعر اللي أظهرتها دي، قال لها امضي بسلام، إيمانك خلصك. فمش دايما الكلام بيعبر عن كل حاجة. هما ما طلبوش ولا تكلموش، إنما اللي قالوه ده كان أغلى من الكلام عند ربنا. فكانت استجابة المسيح له المجد قوية وعظيمة وأكثر من توقعاته دون أن يتكلم. احنا الحكاية مش كتر كلام، انما الايمان بيبان في العمل، في موقف الانسان نفسه، في الموقف اللي بياخده، ده هو اللي بيكشف عن قلبه. تلاحظوا كمان تعبير لما رأى ايمانهم، يعني ربنا فحص القلوب، بانت بالاكثر لما يقول حس باللي بيقولوه الكتبة في قلبهم. فتحس ان ربنا يسوع له المجد مش بيبص خالص على الوشوش زي حالتنا كده، ومش بيتأثر مين بقى شكله كويس ومين شكله مش قوي ومين بيعرف يتكلم ومين ما بيعرفش يتكلم. الله فاحص القلوب والكلى، الله لا ينظر إلى الوجوه. زي ما سمويل النبي راح يختار واحد من ولاده عم يسى وقت داود النبي، فأول ما جه ابن يسى الكبير انبهر سمويل بقى بطوله وعرضه، فقال له سمويل الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. عديه. إحنا كده نبص للعينين، يعني نبص للمنظر. متى نتعلم إن إحنا لا نتأثر بالمناظر والمظاهر، ويبقى الواحد كده كل اللي شغله سلامة قلبه في عينين المسيح. سهل قوي نتجمل في عيون بعض، الكتبة دول قدام بعض أكثر ناس تقوى، إنما قدام المسيح له المجد أكثر ناس شر بسبب قلبهم. والجماعة البسطة دول اللي شالوا المفلوج يمكن ما يعرفوش حاجات كتير في الدين، إنما عندهم إيمان، عندهم حب، يحبوا أخوهم ومتألمين عشانه وشالوا حمله وعملوا حاجة جميلة قالها معلمنا بولس في غلاطية 6، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. فكأنهم بالحركة اللي عملوها دي تمموا كل ما يريد المسيح، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. هم عملوا ايه؟ شالوا حمل أخوه وجابوه لغاية المسيح، فربنا انبسط بيهم طبعا. إيمان وحب وجهاد وتعب وتضحية في صمت. تعلمنا برضو من الحكاية مش كلام. يجي بقى كلمة ربنا يسوع الأخيرة، لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. لأن أبانا القديسين المفسرين يحبوا القيامة قوي، كل ما يلاقوا أم يربطوها بقيامة الأموات دايما كده، لأنها في الفعل اليوناني يبدو هي كمان. فقم دي بتفرحهم جدا، لأن ربنا يسوع اللي قال للمفلوج قم هيقول لكل واحد فينا في يوم من الأيام قوم، بس إيه؟
بعد ما نحط رأسنا كده يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، يسمع صوته بيقول ايه؟ قوم. صوت ربنا كده نفس الصوت اللي قال لعازر، لعازر قم او هلم خارجا. فصوت ربنا بتاع قوم دي مهم قوي. بس الكتاب هيقول لنا ايه؟ لو ما عرفتش تسمع قوم النهارده، يوم ما هتقوم في اليوم الاخير هتبقى الموقف مش لصالحك. يعني لازم تقوم النهارده عشان تقوم بكره. تقوم النهارده يعني ايه؟ تعيش حياه جديده النهارده، تقوم من موت الخطيه النهارده، تبدا طعم الحياه الابديه النهارده. لو دقت صوت ابن الله النهارده في كلمه قوم، خدت موقف من حياتك، هتبقى مستني لما تحط راسك تسمع احلى صوت بيقول لك قوم يا حبيبي تعالى معايا السماء، ملكوت السماوات. انما لو ما كنتش تسمع صوته النهارده بيقول قوم، تفضل حياتك زي الكتبه كده بعيد خالص عن صوت ربنا، يقوم الاشرار في النهايه الى قيامه الدينونه. هيقوموا برضه بس هتبقى المصير وحش. فكلمه قوم دايما كلمة مليانة معاني. قوم من القبر، قوم لأن الرجل اللي مرمي على سرير بقاله سنين كأنه في قبر. قوم من الربطة دي، قوم من القيود دي، قوم من الذل ده، قوم من الكسل ده، قوم من الضعف ده، قوم من العجز ده، قوم من ده كله. مش بس يقوم، ربنا يسوع له المجد لما يعمل حاجة يعملها كاملة وأعظم وأعجب من تصورات حد. هو لما واحد يخف بيبقى يعني بالعافية لو وقف يبقى كويس، لا، وده شغل ربنا. مش يقف ده هيمشي، ومش هيمشي بس ده هيشيل سريره كمان، محدش يشيل له سريره، هو اللي يشيل، هو اللي يشيل ده. هو بقاله سنين الناس كلها شايلاه، النهارده هيقوم وهيشيل. هيقوم وهيشيل دايما إشارة إلى فكرة إن علامة من علامات القيامة ان يبقى الانسان شايل مش متشال. يعني ايه؟ الجماعه الاربعه دول كانوا شايلينه، النهارده هو هيبتدي يشيل، يعني هيدخل في روح الخدمه، هيبقى هو اللي بيشيل مع الناس وعن الناس، مش هيستنى حد يشيله تاني. فمن علامات القيامه انك تتحول الى شخص ايجابي بالمحبه، بتشيل عن الناس، مش انت لوحدك شيل عن الناس. الشخص الاناني شيلة تقيل. الشخص اللي اتملى قلبه بالمحبة وده طعم القيامة، شخص إيجابي جدا، يخدم الناس ويشيل، وأول حاجة هيشيلها سريره، همهم. النماضح كله صحة هيشيل أي حاجة بعد كده. كمان السرير إشارة في فكر الآباء إلى الجسد، لأن الجسد بيبقى لازق في الفرشة دي. وكان السرير هو اللي شايله، يعني الإنسان قبل القيامة الجسد هو اللي شايله، يعني الجسد هو اللي بيحركه، الجسد هو اللي بيسوقه. إنما بعد القيامة هو اللي بيشيل جسده، هو اللي حرك جسده. يبقى الروح الجديد اللي فيه هو اللي بيسوق الجسد. الإنسان بدون القيامة مستعبد لجسده، مربوط بجسده، مذلول لجسده. بعد القيامة لا، الجسد زي ما سموه بعض القديسين هو المطية أو الحيوان اللي الروح بتسوقه، فتقول له يمين تقول له شمال، الروح يشيل الجسد. يعني مش الجسد اللي يمشيك على هواه، لا، روح ربنا بقى إيه هو اللي يسوق حتى جسدك بغرايزه وطلباته. قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. بيتك بقى إن كان مقصود بيه روح لأهلك، إحنا عندنا إيه؟ بيت سماوي مستنينا. فاللي يقوم ويبتدي حياة كلها خدمة ويشيل جسده الضعيف ده ويقدمه ذبيحة لربنا ويفرح بعطايا المسيح له المجد غير المحدودة، عطية الغفران وعطية القيامة وعطية الحرية وعطية الحياة الجديدة وعطية الخدمة، عطايا جديدة، يبقى عينه على البيت الأبدي. قوم وشيل سريرك واذهب إلى بيتك. البيت دايما إشارة للسماء، لأننا لينا بيت أبدي، يسميه معلمنا بولس كده البيت الأبدي.
ومعلمنا بولس في افسس 2 يقول اصلنا صرنا رعيه مع القديسين واهل بيت الله. فعاوزين نرجع بيتنا بقى. بيتنا ده ايه؟ اللي فيه اهل بيت الله، اللي فيه المسيح له المجد مع ام النور، مع القديسين، مع الشهداء، مع الملائكه. ده بيتنا، ده ترجع له لما تقوم، وتقوم لما يقدموك كده بايمان وجهاد ومثابره عشان ربنا ينعم علينا بغفران خطايانا وطعم الحياه الجديده. عشان كده تلاحظوا انه منهج الكنيسه القبطيه في صلاه سر مسحه المرضى ان احنا نطلب من اجل المريض روحيا قبل ما نطلب له جسديا. نطلب له الغفران ونتاكد من توبته في السر، سر مسحه المرضى، ناخد اعترافه قبل ما نصلي له من اجل الشفاء. وحتى في صلواتنا داخل السر نقول له يا رب عاوز تشفيه جسديا اشفيه، مش عاوز، عاوز تاخده برضه السماء اللي تشوفه، انما اللي احنا بنزن فيه انك تديله غفران، انك تنعم عليه بغفران خطاياه. الباقي ده بتاعك يا رب اللي تشوفه بقى. فرحنا انه يخف، او عاوز تفرحنا انه يدخل السماء كله كويس. انما الاهم اللي مش هنتنازل عنه هو العطيه الاولى اللي عرفنا انها اغلى، اللي عرفنا قيمتها مغفوره لك خطاياك دي. احنا مش هنبقى زي الكتبه ونفتكر انه كلام سهل، احنا متاكدين ان لك سلطان في السماء كما على الارض. وكما تشفي اجسادنا من ضعفها ننظر ان تشفي ارواحنا من خطاياها وتدينا حياه ابديه. ده اغلى عندنا حتى من شفائنا اللي على الارض. لك أقول قوم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط. ناس تعجبت عمرنا ما شفنا كده، لأنها معجزة قدام أعداد مهولة ومعجزة كاملة، وأيضا خبر أن المسيح بيعطي غفران. ده ابتدى يخلي الناس تراجع تفكيرها. إذا كان بيقول مغفورة لك خطاياك، وهو مين نبي في أنبياء العهد القديم كان يشفي مرض ويقول مغفورة لك خطاياك؟ لا، دي مش بتاعة أنبياء، دي بقى دي فوق، دي عدت كتير مستوى الأنبياء. دي اللي تفهمنا ليه يوحنا المعمدان أعظم الأنبياء قال أنا ما استاهلش أنحني وأحل سيور حذائه. ده معاه غفران، ده مش معاه شفاء جسدي. كان أي نبي ممكن يصلي لربنا ويطلب شفاء وربنا يستجيبه، لكن الموضوع هنا أكبر بكتير. المسيح له المجد دون أن يصلي، لأن في كل السلطة وفي كل القدرة، بيعطي الغفران اللي لا يعطى إلا من الله وحده، ويعطي أيضا الشفاء بدون حتى حاجة إلى الصلاة. إشارات واضحة إلى عظمة المسيح له المجد كإله. ثم خرج أيضا إلى البحر وأتى إليه كل الجمع فعلمهم. تلاحظوا ان معلمنا مرقص كل حته يقول بيعلم، جوه البيت بيعلم، مع البحر بيعلم، مع الجبل بيعلم، مع انه بيعمل معجزات، انما التعليم قبل المعجزه دايما. على البحر الناس طبعا بقت الافات بتطلع تجري ورا المسيح عاوزه تسمع كلامه الحلو. وفيما هو مجتاز، طبعا متصورين العدد في الوقت ده الافات، رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجبال، فقال له اتبعني. فقام وتبعه. شاف متى، معلمنا متى اسمه في الأصل لاوي، ولاوي ده على اسم سبط لاوي ابن يعقوب. إنما معلمنا متى في الأصل كان عشار، وعشار دي كانت تهمة، كانت حاجة مش حلوة، لأنه كان أسوأ فئات المجتمع هم العشارين. معروف أن ضميرهم واسع وبيعتبروهم يعني بيشتغلوا مع المستعمر الروماني، فاليهود بيكرهوهم وليهم سلوكيات كده سيئة. فعارفين قصة زكا العشرار وهنا متى العشار، وكانوا يعني لما يشتموا حد يقولوا عليه عشار. حتى لما حبوا يشتموا المسيح له المجد قالوا محب للعشارين، كأنه يعني الظاهر بيقسم معاهم تهمة. ف
فمعلمنا متى راجل قاعد على مكان الجباية عمال بقى ياخد فلوس ويطلع عينين الناس والمسيح له المجد معدي، وبنقول حواليه ناس كتير. إنما شوفوا الكلمة بتاعة الكتاب لما يقول فيما هو مجتاز رأى. لو واحد فينا معدي جنب واحد بالمنظر ده سمعته وحش، كل الناس بتكرهه، واضح إنه مستغل للناس، بيأذي الناس وبيعذبهم وبيشتغل مع المستعمر الروماني، بياخد الجباية دي وبيروح أغلبها لجماعة الرومان. طبعا اللي يبص عليه إيه النظرة دي؟ ممكن تبقى نظرة فيها يعني غيظ وفيها حقد وفيها يمكن يعني لو واحد يعني إنسان عادي يدعي عليه. لما ربنا يسوع له المجد العجيب لما شاف لاوي رآه، بس ورا كلمة رأى دي في سر، شاف في إيه؟ شاف في حاجة هتحصل. شاف الشخص ده هو متى القديس العظيم اللي هيكتب الإنجيل واللي هيبشر في الهند واللي هيشارك في تغيير العالم واللي هيتمتع بتلمذة جميلة للمسيح واللي هيمتلئ بروح الله. شفتها ازاي يا رب الحاجات دي؟ ده معلمنا متى في عينين كل الناس انسان كل الناس بتتحاشى التعامل معاه، انسان مكروه ومرفوض ومرزول. انما المسيح له المجد يقول له تعال، وتعالى دي كلها حب، مش تعالى يعني هحاسبك، اتبعني. وغالبا هي النظرة دي اللي معلمنا ما تفهمها، ما كان ممكن ما يقومش من مكانه. انما العينين دي ما فيهاش غيظ ولا شماتة ولا إدانة ولا الحاجات اللي تعود عليهم اليهود. ده المشهور ده يسوع الناصري له المجد، المشهور ده بيكلمني انا ويقول لي تعالى اتبعني، انا عاوزك عاوزك عاوزني انا. طب وانا نفع؟ ده انا حرامي، ده انا اجيب لك الكلام، لو مشيت معاك اجيب لك الكلام. وده اللي هيحصل فعلا، هيجيب الكلام للمسيح له المجد. انما ربنا يسوع بيحب الناس دول وبيشوف فيهم اللي محدش بيشوف. وفعلا اللي بيشوفوا المسيح بيحصل، بمعنى ايه؟ لما بيديهم ثقه بذاتهم وحبه ويحررهم من ضعفاتهم وشهواتهم وخطاياهم بيبقوا حاجه لا يمكن كان الانسان يتصورها ابدا. فهما كلمتين انما فرقوا فرق ضخم جدا في حياه معلمنا متى. يقول فيما هو مجتاز، برضو المسيح لو المجد ماشي يعني على الماشي، والدنيا زحمه، ومع هذا في الزحمه ما عطلتوش انه بعينه الفاحصه فاحص القلوب يقول ده بالذات اناء مختار، تعال وراي يا رب. ده اناء يكسروه يدشوه، ده في نظر الناس حاجه وحشه. لا لا، طب وانت يعني فاضي يا رب وانت حواليك الالافات دي كلها؟ المسيح له المجد لا يغفل عن انسان حتى وسط الزحمه. ربنا يسوع هو من اول انجيل مرقس الحكايه دايما زحمه، انما كل شويه تلاقوه يتعامل مع واحد واحد باسمه ويتعامل معاه باهتمام خاص ويشبعه بحبه بالرغم من الزحام الشديد المحيط بالمسيح دايما. رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني، فقام وتبعه. برضو كلمة قام، تفكركوا زي المفلوك، هو قام من مكان الجباية، إنما ما يفرقش كتير عن المفلوك اللي قام من سريره، كله بيقوم. لأن مكان الجباية بالنسبة لمتى البشير كان هو الموت، القبر بتاعه هو المكان اللي كله خطية وكله سرقة وكله غش وكله عداوة مع الناس. فقام هو كمان وتبعه، واللي فات طبعا قام وتبعه. وكل واحد المسيح له المجد يلمسه أو يكلمه يقوم من موته ويمشي وراه، وهي الحياة المسيحية كلها كده، لقاء مع المسيح له المجد فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته، علمنا متى بقى من بساطته كان فرحان جدا، لأنه مش متوقع اللي زيه يبقى من أتباع المسيح له المجد. المسيح له المجد كل كلامه حلو ومثالي في كل شيء، فياخد مننا احنا العينات دي. فكان فرحان قوي، قام عمل له حفل، عمل وليمه ان المسيح استضاف، والمسيح له المجد لم يرفض ان يدخل بيت العشار. ودي بالنسبه للفريسيين كانت يعني غلطه كبيره قوي بالنسبه له، ازاي وازاي
يرضى يدخل بيت عشار، ده كده بقى ايه زودها خالص. طبعا اللي هيجوا مين المعزومين مين؟ مش هيجي طبعا ولا فريسي يعتب البيت ده، ولا واحد محترم، كل اللي هيجوا عشارين وخطاه، اسوأ فئات المجتمع. وربنا يسوع فرحان، هو عاوز اللمه دي، هو جه من السماء عشان الناس دول. فيقول فيما هو متكئ، متكئ يعني قاعد براحته في بيته، كان كثير من العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأن التلاميذ ما هماش فريسيين ولا كتبة، ومن الأصل ناس بسطة ماشيين ورا المسيح بقى منين ما يوديهم، فدخلوا كمان مع العشارين والخطاة. لأنهم كانوا كثيرين في الوقت ده، كان اللي بيمشي ورا المسيح ناس كتار وتابعوه. أما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة. وكأن ده تاني صدام، أول صدام في الإصحاح هذا يتكلم بتجاديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده، شوية وبقى متى العشار واحد من تلاميذه وبيأكل عنده وبيأكل معاه، ما باله يأكل مع العشارين والخطاة. يعني كان ممكن يستحملوه انه يتكلم مع عشار، انما يدخل بيته وياكل عنده، دي زادت قوي بقى. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لم آتي لادعو ابرارا بل خطاء الى التوبه. ايه مريحه ومشجعه بشكل عجيب. كل ما تحس انك انت خاطي وشرير وما تنفعش تبقى بتاع ربنا، افتكر الرد الالهي ده، انا يا ابني جيت عشان العينه دي، انا ما جيتش عشان ناس ابرار، انا ما جيتش عشان ناس كويسين، انا ما جيتش عشان ناس متدينين، انا لم اتي لادعو ابرارا، انا جيت لادعو خطاه، انا طبيب بتاع مرضى، هقرف من المرضى، انا شغلتي مرضى مش شغلتي اصحاء. اللي فاكر نفسه صحيح عمره ما هيجي يستشفى، انما كل اللي جاي المريض ده دي شغلتي. فربنا يسوع له المجد لما يعني ادانوه وسخروا منه انه ياكل مع العشارين والخطاة، اعلن عن موقفه واعلن عن غرض تجسده له المجد ومجيئه الى الارض، انا لم اتي لادعو ابرارا. عشان كده أوحش موقف تقف قدام ربنا تقف وأنت تشعر أنك بار. كونك واقف قدام ربنا حاسس أنك كويس، يقول لك طب أنت عاوز إيه؟ ما عنديش حاجة أديها لك، أنا مش بتاع ناس كويسين. تجي له تقول له يا رب أنا فيش ولا حتة عدلة، يقول لك دي شغلتي بقى، أنا بتاع الناس دول، أنا بتاع الخطاة والأشرار أيا كانت مراحل خطيتهم وضعفهم. شيء مفرح جدا، رسالة كلها رجاء، بشارة، إنجيل مفرح، أن ربنا بتاع الناس البعيدة مش بتاع الناس اللي شايفة نفسها كويسة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. برضه دي تعلمنا إحنا كمسيحيين يكون قلبنا مفتوح لكل من هو مريض روحيا. ساعات نسلك سلوك كأننا نتعالى على الناس الأشرار، طب ما نسلك زي ربنا يسوع إلهنا ومخلصنا وسيدنا يسوع له المجد، نعمل زيه. هو كان ما يستكترش أن يتعامل مع الأشرار، إنما طبعا عشان يشدهم للبر محتاجة حكمة الحكاية. لكن بأي غرض بنتعامل مع الناس؟ هل إحنا بنتعامل مع الناس عشان نشاور على أخطائهم ولا عشان نشيل عنهم أخطائهم؟ في دكتور عمركم رحتوا له قال ايه ده ايه ده ايه ده انت عيان؟ عيان ازاي يعني؟ ما هو بتاع المرض ده يبقى مش دكتور، مش هيشتغل. انما ببساطه شديده بيشخص الداء ويبتدي يتعامل ويبقى مهتم جدا انه يشفي المرض. لكن لو دكتور بيقرف من المريض او من مرضه، طب ده مش هيشتغل ابدا. احساسنا ان احنا في يد امينه، الهنا له المجد، محب للخطاة، بيكره الخطية لكن محب للخطاة، وبيتعامل مع الخطاة بحنية المريض، الطبيب على مريضه، ده شيء مفرح. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب.
كلمة لا يحتاج كمان تراجع معانا مفهوم مهم. وانت جاي تصلي انت محتاج ولا جاي تصلي كده؟ لو واقف قدام ربنا وانت لا تشعر باحتياج مش هتاخد حاجة، مش لان ربنا ما عندوش حاجة يديها لك، عنده كل حاجة، بس لانك انت مش عندك، ما عندكش طلب، ما عندكش حاجة. انما اكتر واحد يتمتع بالصلاة والقداس والاجبية والسجود هو اللي جاي محتاج. طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. واحد لازم يراجع موقفه كل مرة يجي يصلي. انت داخل تصلي كما لقوم عادة مش هتاخد حاجة، لا مع انك بتكلم صانع الخيرات، بس لما تيجي كمحتاج طوبى للمساكين بالروح، دول بقى هياخدوا الملكوت كله، لهم ملكوت السماوات. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب للمرضى، لم اتي لادعو ابرارا بل خطاة. يبقى الدعوة اساسا هي للخطاة، شيء مفرح. يا فرحتنا احنا الخطاة ان المسيح بدعينا، عاوزنا نقرب منه وعاوزنا نبقى بتوعه. بس الدعوة الى ايه؟ الى التوبة. مش الدعوة ان احنا نفضل زي ما احنا، الدعوة الى التوبة. يبقى الكتاب كله بيشاور ان ده الطريق، تعالوا بس توبوا، توبوا تغيروا، تعالوا ذوقوا حياة جديدة مختلفة عن القديمة. وكان تلاميذ يوحنا والفريسين يصومون، يجي صدام اخر، فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين واما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوم. في الوقت ده كان اليهود المتدينين تقريبا فئتين كبار، فئة تابعة للفريسيين الشكل التقليدي الجاف، وقبل المسيح كان في فئة ضخمة راحت تتلمز على يوحنا المعمدان لأنه ده صوت الحق وشخص روحاني صادق، فالناس كلها طلعت وراه تتعمد وتوب وتبتدي حياة. اللي قربوا قوي من يوحنا المعمدان بقوا واخدين من منهجه الروحي، يوحنا ده صوام وناسك ومتوحد، فكانوا بيصوموا كتير قوي. تلاميذ الفريسيين بياخدوا الأصوام بشكل حرفي جدا حسب تقليد العهد القديم وحسب تسليم بعض الربايز عندهم الآباء بتوعهم. إنما تلاميذ المسيح في أولهم ما كانوش بيصوم، والبعض بيقول يجوز كانوا بيصوموا الصيامات الكبيرة بتاعت اليهود لكن مش بيصوموا كتير، لأن جت في إنجيل متى ولوقا لماذا لا يصوم تلاميذك كثيرا زي تلاميذ يوحنا الفريسي. فالبعض بيقول يمكن كانوا بيصوموا زي عامة الشعب حاجات بسيطة، إنما الصيامات الشديدة بتاعت يوحنا بتاعت الفريسيين دي ما كانوش بيعملوها. فالسؤال اشمعنى تلاميذك انت مش بيصوم؟ فقال لهم يسوع، طبعا هم متوقعين إجابات كتير، يدافع عن تلاميذه هيقول ايه؟ الصيام مش مهم، فعش هو معلم الصوم كله ربنا يسوع له المجد. انما فاجئهم باجابه عجيبه، قال لهم هل يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ايه اللي جاب العرس في الموضوع؟ بنو العرس يعني اهل العريس، اصحاب العريس، الحبايب كلهم. والعريس زي ما فهمنا طبعا في الكتاب كله هو المسيح. طب يا رب انت بتقول على نفسك عريس وتلاميذك دول بنو العرس، طب ايه علاقة ده بالصيام؟ كان ربنا يسوع له المجد قال لا استنى على الصوم، الصوم بالذات ده علاقة حب. خليهم الاول يفهموا الدرس الاولاني ان انا عريس وان الحكاية عرس وان هما بنو العرس وجو رومانسي كله حب، ساعتها لما يصوموا هيصوموا على طول وهيبقوا حابين الصوم قوي، لان الصوم اللي انا عاوزهم يصوموه عاوزهم يصوموا حب، مش عاوزهم يصوموا فرد، مش عاوزهم يصوموا بالعصايه، مش عاوزهم يصوموا عشان يعذبوا اجسادهم، لا انا عاوزهم يصوموا حب. فاستنوا عليهم لما يفهموا حكايه العريس والعروس، لانه طول ما العريس معاهم ما ينفعش يصوموا. ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون في تلك الأيام. يعني إيه؟
يعني المسيح له المجد معهم، هم فرحانين بيه ومبسوطين بيه. انما هيجي يوم، هيجي وقت المسيح يرفع. يرفع دي ليها معنيين كبار عندنا. يرفع يعني يصلب، لان المسيح له المجد قال انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. ويرفع بمعنى يصعد، لانه قال رفع في المجد. فقال لما يشوفوا العريس مرفوع هيبتدوا يصوموا. يعني ايه؟ الفترة دي تلاميذ هيعشقوا المسيح، وكل الكنيسة طبعا بتحب المسيح جدا. أول ما هتشوفه مصلوب هتدي ظهرها للدنيا وهتبقى عاوزة تتصلب معاه. هو ده الصوم. هتبقى مش عاوزة لا تاكل ولا تشرب ولا الدنيا ليها طعم، عاوزة تصوم على طول، عاوزة ترتفع معاه. ترتفع معاه يعني تتصلب معاه. أو ترتفع معاه يعني تطير معاه وتصعد معاه للسماء. لأن العروسة لما تشوف عريسها متألم تقدرش تاكل، هتبقى متألمة معاه. والعروسة لما تلاقي عريسها مسافر هتبقى قلبها معاه، عاوزة تطلع معاه، عاوزة تطير معاه. فالكنيسة العروس وبنو العرس أولاد الكنيسة اللي هيحبوا المسيح له المجد من كل القلب من كل الفكر هيصوموا وهيتفوقوا عن صيام اليهود وصيام تلاميذ يوحنا. ليه؟ لأن دافع الصوم هنا ما عادش الفرد وما عادش النسك بذاته، إنما أصبح دافع الصوم هو الحب. هلما نرتفع مع المسيح على الصليب، وهلما نرتفع مع المسيح في الصعود إلى السماء. فيبقى الواحد بيصوم عشان يشارك المسيح ألامه حبا فيه. ومن هنا بقى تلاقي الناس بتصوم بالأيام وتصوم للغروب وتستكثر الأكل والشرب، وتسمع بقى عن الصيام الناس الصوامة دي. ايه الحكاية؟ حب. القصة كلها حب. محدش بيقول لهم لازم، فيش لازم، ده حب. وناس بتصوم عشان تطير وتبقى في السماء، وفي الصيام يبقى مخاف السماء وفرحانة بالملكوت وشبعانة بربنا. فالصوم المسيحي هو علاقة حب، هو ارتفاع مع المسيح عن الأرضيات، إما شركة في ألامه وإما صعود إلى أمجاده. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.